عادة إحنا العديد من الأشخاص بتعاني من مشاكل في نقص المعادن والفيتامينات، وعادة لنصحح هذا النقص معظم الأشخاص بتلجأ إلى المكملات الغذائية كأسهل طريقة أنه أنا أتخلص من النقص أو أعالج المشكلة اللي عندي إياها بالجسم. ولكن أنا دائماً مع فكرة أنه نحن نلجأ للتغذية العلاجية بدل من فكرة أنه أنا أستسهل وأخذ حبوب. ليه؟ لأنه العديد من الدراسات بتثبت، على سبيل المثال اليوم نحكي عن حمض الفوليك اللي هو الفوليك أسيد. العديد من الدراسات بتثبت قدرة الفوليك أسيد على التخلص من الخلايا السرطانية وحماية الجسم من مضادات من الجذور الحرة وزيادة مستويات مضادات الأكسدة. ولكن بحسب الدراسات بتثبت الدراسات إنه هاي الفوائد الغذائية أنا باخذها فقط من استهلاكي لحمض الفوليك من مصادر طبيعية مش من مكملات غذائية. عشان هيك أنا دائما بركز على فكرة أساسية، الغذاء عن جد المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. أنا بأكلي ممكن أكون عم بسبب ضرر لجسمي، مرض لجسمي، وبأكلي ممكن عم بكون عن جد عم بحمي جسمي، عم بحمي الخلايا، عم بعزز نمو خلايا صحية وعم بحمي جسمي من العديد من الأمراض وبالأخص السرطانات. شو الفكرة من وراء استخداماتنا لهاي العصائر؟ فكرتها إنه هي عبارة عن عصائر خضروات، فالفكرة فيها إنها بتكون أقل بمستوى السكر من عصائر الفاكهة. صحيح بتحتوي على الموز مثل مالين حكت، ولكن بنحط نص موزة بالكوب الواحد، نص موزة صغيرة، وبنفس الوقت فيها نسبة عالية من اللوز. وكمان الدراسات الجديدة بتثبت إذا أنا باخذ مصدر من السكر معه مصدر من المكسرات، فالمكسرات بتعيق امتصاص السكر بطريقة سريعة فبتنظم مستويات السكر بالدم. عشان هيك اللي بده ياخذ تمر، اللي بده ياخذ قطعة الشوكولات، لما ياخذها مع مكسرات بتقلل من امتصاص السكر بشكل كبير يعني بالجسم. هذا التمر المحشي مثلا بأي نوع من أنواع المكسرات كويس؟ كتير، هاي أصلا فكرة جدا ذكية. لا أوريدي التمر فيه ألياف بتعيق امتصاص السكر بشكل مفاجئ، ولكن إضافة لهاي الألياف إضافة المكسرات مع التمور بتساعد إنه نحنا نمتص السكر، ولكن ما يصير في عندي ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر بالدم وهبوط مفاجئ اللي بحفز الجسم إنه يصير في عندي خلل بالبنكرياس. وهذا على فكرة معظم الأسباب سبب الأشخاص اللي بتنصاب بالسكري من النوع الثاني، هو هذا بالضبط، الإفراط بإنتاج الأنسولين من قبل البنكرياس، الارتفاع المفاجئ، هبوط مفاجئ، وبيرجع الجسم بده كميات سكر أكبر فبيؤدي إلى زيادة بالوزن. طيب إحنا كمان كان حديثنا في ذلك اليوم عن حليب اللوز. صح. وقلنا انه في اشخاص ما بيقدروا يشربوا الحليب العادي، فاحدى البدائل هو حليب اللوز، وانت حكيتي انا من هذول الناس، وهنا فتحنا موضوع هذا. مزبوط مزبوط. وكيف اوكي نحكي عن حليب اللوز وفوائد أوكي. حليب اللوز بشكل عام للاشخاص اللي عندها حساسيات من الحليب البقري او عدم قدره على تحمل الحليب البقري، البروتين تبع الحليب البقري مش بس السكر، اللي ما عنده قدره على تحمل سكر الحليب اللي هو اللاكتوز، فهو ممكن يلجا لللاكتيز، اما انه بياخذ الانزيم او بياخذ حليب خالي من هذا السكر. ولكن في بعض من الاشخاص ما عندهم قدره على تحمل بروتين الحليب، فبهاي الحالات احنا بنلجا لبدائل للحليب، ولكن بتكون بلانت بيست، مصنوعه من النباتات، وبتشمل حليب اللوز. الفائده بحليب اللوز انه بيعطيني مستوى جيد من البروتين، تقريبا 3 جرام لكل كوب، لكل 100 ملي سوري، يعني 6 جرام لكل كوب لكل 200 ملي. وبنفس الوقت بيعطيني مصدر جيد للكالسيوم والفيتامين د، خاصة أنه بمعظم الحالات بيكون مدعم وكتير لذيذ باستخدامه لصنع العصائر، وبالأخص لما العصير يحتوي على سبانخ. مشكلة الحليب البقري أنه بيعيق امتصاص الحديد الموجود عندي بالسبانخ، لأنه فيه نسب كالسيوم كتير عالية. أيوة. وكسير في عندي تباري بالامتصاص. بحالات استخدامنا لحليب اللوز هو مستوى ومحتوى من الكالسيوم أقل بكتير من الحليب البقري، فبالتالي أنا بقدر أمتص الحديد بطريقة أفضل. تمام، شو في مكونات أخرى بال... أوكي. العصير فيه هسه تحلايته فقط الحلو اللي فيه فقط من الموز؟ موز وتمر. موز وتمر. يس. أوكي. العصير فيه كوب سبانخ، نصف تفاح أخضر، أوكي. فيه حبة تمر، فيه نصف موزة صغيرة، فيه حليب لوز، فيه معلقة طعام من زبدة اللوز، أوكي، اللي هي الألموند بوتر، وبس بعتقد أني ذكرتهم كلهم. يس 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 يس، هذا هو. طيب نقدر نطلع بأفكار لقدام إنه أشكال عصائر أخرى كمان وتصلح لكمان إيش؟ طبعاً طبعاً طبعاً. بتعرف أنا من الأشخاص اللي عانيت كتير من نقص الحديد بشكل دائم، وكنت أخذ مكملات غذائية بشكل دائم، وبعد الحمل صار عندي نقص حديد أكبر. تمام. وكانت مكملات الحديد للأسف بتأثر كتير على الجهاز الهضمي، وبتعمل إمساك وبتعمل عن جد صعوبة بالهضم. واكتشفت إنه بهدول العصائر، باستخدامي الشبه يومي لهدول العصائر، عصير الشمندر، عصير جزر، عصير السبانخ، عن جد إني قدرت أصحح. كل شيء له فوائده له. بالضبط.
قدرت أصحح نقص الحديد بدون اللجوء للمكملات الغذائية. فشي بمتناول اليد فقط هو بيحتاج وقت أطول للشخص إنه يحضر هاي الأغذية اللي عن جد صحية له، بدل ما إني أستسهل أو أشرب 4 كاسات و5 كاسات و6 كاسات قهوة باليوم. لو أبدل واحدة منهم بعصير خضروات تحصل فائدة. بالضبط، بأخذ فائدة كبيرة. الأسبوع الجاي عصير شمندر ونحكي عن فوائد. هلأ شو بده يعمل فيه صغير كل يومين والتاني ده لحجم عصير، خلبسها طقم عصير كل أسبوع عشان بطل تيجي. مش بديك هات بطل تيجي، هاي طريقة. تكرم الأسبوع الجاي. لا بنعمل عصير شمندر. نعمل عصير شمندر. دن. صار أكيد. ستنا يعطيك ألف عافية. الله يعافيكم. شكرا لك. أهلا وسهلا. شكرا العصير الزاكي جدا. صحة وهنا.